فيما قال وزير الداخلية الفرنسي إن الحكومة طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية في البلاد في أعقاب الهجوم على مقهى كردي في باريس. هذا واندلعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد بعد الهجوم، وتضمنت إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فضلا عن دفع الشرطة الفرنسية بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى وسط العاصمة باريس.